والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: كتاب الصيام. العلماء رحمهم الله في تصنيفه تارة يقولون كتاب، وتارة يقولون باب، وتارة يقولون فصل. فالكتاب للجنس، والباب للنوع، والفصل للمسائل. مثلا الطهارة، كتاب الطهارة هذا للجنس، باب الوضوء للنوع، فصل في شروط الوضوء للمسائل. هكذا الغالب، وقد يخرجون عن هذا، لكن الغالب هو هذا، أن الكتاب للجنس والباب للنوع والفصل للمسائل. الصيام مصدر صام يصوم، وهو في اللغة الإمساك، ومنه قول الله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، ثم فسرت هذا الصوم بقولها: فلن أكلم اليوم إنسيا. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فسر الصوم بقوله: فلن أكلم اليوم إنسيا. وعندنا في اللغة العامية يقول: الأرض صامت على البذر. الأرض صامت على البذر، يعني إذا ورعنا الحب في الأرض ليخرج زرعا ثم لم ينبت، يقولون الأرض صامت عليه، يعني أمسكته. أما في الشرع الصيام فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التعبد لله، لا بد أن يكون هذا الإمساك تعبدا لله عز وجل، لا تشهي للنفس ولا لمجرد العادة، التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام. واعلم أنه لا بد أن تقول كلمة التعبد في كل عبادة تريد أن تعرفها. الوضوء مثلا ما تقول غسل أعضاء مخصوصة، قل التعبد لله بغسل أعضاء مخصوصة. وكذلك الصلاة لا تقول هي مثلا أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لا، قل التعبد لله بعبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. المهم لاحظ هذا، لأن كثيرا من المعرفين من الفقهاء رحمهم الله لا يذكرون التعبد، وحينئذ تبقى العبادة كأنها تعريف لغوي. إذن الصيام هو التعبد لله إيش؟ بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وقول التعبد يكفي أن نقول بنية ما حاجة، لأن كل عبادة لا بد لها من نية. قال صاحب الفروع: وهو فرض إجماعا، وفرض في السنة الثانية إجماعا، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 رمضانات إجماعا، 3 جماعات، فرض بالإجماع ما حد أخالف من الأمة، فرض في السنة الثانية بالإجماع، الثانية من الهجرة، صام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 رمضانات إجماعا. والحكمة، نعم، مرتبته في الدين أنه أحد أركان الإسلام، أحد أركان الإسلام. والحكمة من فرضه الابتلاء بصدق القصد والامتثال. تأمل العبادات الخمس ما عدا الشهادتين: الصلاة أقوال وأفعال، وليس فيها بذل مال خاص، وإن كان أحيانا يكون فيها بذل مال مثل الجمعة يسن أن يكون الإنسان يلبس أحسن ثيابه وما أشبه ذلك، لكن هذا تبع. لكن ذات الصلاة هي مجرد إيش؟ أقوال وأفعال، ما فيها بذل مال. ولذلك صارت تتكرر في اليوم 5 مرات لأنها يسيرة على الإنسان. الزكاة بذل مال، والمال محبوب للإنسان، طبيعة الإنسان محبة المال. قال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد. وإنه، أي الإنسان، طبيعته لحب الخير يعني المال لشديد. وقال عز وجل: وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا. بذل المحبوب لا يكون إلا بصدق نية وإيمان بأن هذا المبذول وهو المحبوب لا يبذل إلا لما هو أحب، أليس كذلك؟ ما هو الأحب؟ رضا الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته. فصار فيه ابتلاء غير ابتلاء الصلاة. الصلاة ابتلاؤها بدني محض، وهذه مالي محض، مالي محض. ولا يرجو على قولنا مالي محض إيصالها إلى الفقير، لأن هذا من ما لا يتم الواجب إلا به، ليس داخلا في نفس العبادة، بدليل أنه لو كان الفقير عندك وبيدك الزكاة، هل أقول له: يا فلان رح لبيتك وأجل أمك، ولا أعطيه فورا؟ إذن ليس داخل في مضمون الزكاة. لكن لما كان بذل محبوب حبا شديدا خفف الله فيه، فضيقه بالشروط: أولا لا يجب إلا في الحول مرة، هذه واحد. ثانيا لا يجب إلا في أموال مخصوصة، ما كل مال فيه زكاة. ثالثا لا يجب إلا لا يجب منها إلا مقدار مخصوص ضعيف: ربع العشر، نصف العشر، العشر، لأنه محبوب للنفوس فخفف. نأتي للصيام. الصيام فيه ابتلاء، وهو الإمساك عن محبوب. وما أشد الإمساك عن المحبوب؟ يمسك الإنسان عن الشهوات الثلاثة اللي هي أعظم شيء: شهوة الأكل، وشهوة الشرب، وشهوة النكاح. يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في الأيام التي هي أيام عمل، يعني ما جعل في الليل، الليل ساكن وينام الإنسان من صلاة العشاء إلى الفجر، جعل في النهار الذي يحتاج الإنسان فيه إلى العمل.
ومع العمل يحتاج إلى إيش؟ إلى أكل وشرب. فصار الابتلاء في هذا الزمن، لأن الامتثال فيه أصدق، فيدع الإنسان شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله عز وجل، حتى لو ضرب الإنسان على أن يأكل تمرة أو يشرب جرعة من ماء في أيام الصيام يفعل؟ لا يفعل. حتى لو خلى بنفسه لا يطلع عليه أحد إلا الله، لا يمكن أن يقدم على هذا. ولهذا قال العلماء: الصوم سر بين العبد وبين ربه، فاختص الله به من بين سائر الأعمال. قال: الصوم لي وأنا أجزيه. كل الأعمال للإنسان إلا الصوم فهو لله. وفسره العلماء بأن الأعمال الصالحة غير الصوم يقتص منها للمظلوم إذا كان العابد قد ظلم غيره، إلا الصوم فلا يقتص منه، لأن الله قال: هو لي وأنا أجزي به. أما الحج وهو العبادة الرابعة من بعد الشهادتين فهو جامع بين إيش؟ أو بدني، بدني محض. وما ينفقه الإنسان للوصول إلى مكة فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وإلا فهو بدني محض. لو أن الإنسان مشى على رجليه من بلده إلى مكة ما قلنا هات فلوس، ولو خرج من مكة إلى المشاعر ما قلنا هات فلوس، فهو بدني محض. ولقد كان الناس يأتون من الهند وباكستان وآسيا الشرقية البعيدة، أدركناهم يأتون على أرجلهم إلى مكة، خمسة أشهر أو أربعة أو ستة حتى يصلوا إلى مكة، ومثلها حتى يرجعوا إلى بلادهم. ما يحتاجون إلى مال إلا ما يحتاجه الإنسان الباقي في البلد من أكل وشرب ولباس. إيش هي؟ بدنية. لكنها لما كانت يؤتى إليها من بعيد صار لابد أن يكون هناك مال يوصله إليها. وهذا هو الحكمة من أن الله خصها بقوله: من استطاع إليه سبيلا. وإلا فكل العبادات يشترط فيها الاستطاعة. نعود إلى الصيام. الصيام فرض في السنة الثانية وفي شهر رمضان بالإجماع، لا يصام غيره على وجه الفريضة بل على وجه القضاء يمكن. الحكمة من هذا أشار الله إليها في قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فكأن الله خص هذا الشهر بالصوم لأنه أنزل فيه القرآن، وإنزال القرآن على الأمة أكبر النعم، أكبر والله من إنزال المطر وإنضاج التمر والحب وغير ذلك، لأنها لا تقوم الأمة إلا به. هذا وجه تخصيصه برمضان. وسمي رمضان الشهر، ذكروا فيه أقوالا، منها أنه أول ما عينت العرب الشهور صادف أن رمضان في وقت الحر والرمضة فسمي رمضان، وهذا أحسن ما قيل. وقيل لأنه يرمض المعدة بالعطش، وقيل إنه يرمض الذنوب يحرقها، لكن كل هذه فيها نظر. أحسن شيء أن يقال إن المسألة توقيتية، أنه سمي رمضان لأنه عند تسمية الشهور
صادف أن أنه في وقت الحر الذي تشتد فيه الرمضاء. وقال بعضهم إنه لا يعلل بل هو اسم صادف مثل شعبان، صادف أن سمي رمضان. ولكن الأول أنه ناسبت تسميته أن وقعت في شدة الحر. قال المؤلف رحمه الله كاتبا حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. لا ناهية، والخطاب للأمة جميعا. وقولهم رمضان يعني به الشهر، وقوله إلا رجل بالرفع على الأفصح، لأن ما قبله تام منفي. وإذا كان تام منفيا كان الأفصح فيما بعد إلا أن يكون تابعا للمستثنى منه، والمستثنى منه وقوله الواو في قوله لا تصوموا رمضان. إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، يعني أنه صادف ما قبل رمضان بيوم أو يومين يوم صوما كان يصومه فلا حرج. والرجل هنا ليس مخرج للمرأة، لكنه لما كان الرجال أشرف من النساء صارت خطابات الشرع دائما معلقة برجولية. قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم رمضان، يستفاد منه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وهل هو للتحريم أو للكراهة؟ قال بعضهم إنه للتحريم، وقال آخرون إنه للكراهة. فمن قال إنه للتحريم قال لو صام قبل رمضان بيوم أو يومين كان عاصيا وصومه مردود عليه. ومن قال للكراهة قال إنه ليس بآثم وصومه مقبول. ولكن في القلب شيء من قولنا إنه مقبول ولو كان نهي الكراهة، لأنه إذا كان للكراهة لم يعد طاعة، وكيف يكون مقبولا وليس بطاعة؟ وكيف يمكن أن نقول إنه مقبول وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ فنجزم بأن صومها مردود، لكن هل يأثم أو لا ينبني على النهي، هل هو للكراهة أو للتحريم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الصوم بعد منتصف شعبان، وقد ورد فيه نهي إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لكن لم يقل أحد بأن النهي للتحريم في هذا الحديث. لكن من صححه قال إن النهي للكراهة، ومن لم يصحه لم يعتبره شيئا. هذا إذا لم يكن يصوم شعبان كله، فإن كان يصوم شعبان كله فلا بأس ولو بعد نصف الشهر. ومن فوائد هذا الحديث حماية الحدود، حدود الشريعة، لأن النهي عن الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين لئلا يتجرأ أحد فيقول سأصوم احتياطا، فإن هذا من تعدي الحدود. كيف تحتاط في أمر حدده الله عز وجل حيث قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم؟
ومن فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على القول الراجح في صوم يوم الغيب ليلة 30 من شعبان، فإن العلماء مختلفون في هذا كما سيأتي إن شاء الله.